انت قلت لي من يخاطب، وهل طلع جني، وهل كان الرسول تحدث مع هذا الجني؟ انا ما اقول لك انه تخاطب معه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وخيل له انه يعمل هذا، يعمل الاعمال وهو ما عملها. والله شوف يا استاذي الكريم، كلمة سحر الرسول انا لا اقبلها، لان هذا رسول الله ونزل عليه الوحي، وهو فالدرء السحر، درء السحر بانك تقرا المعوذتين، مظبوط؟ لا شك ان الرسول هو الذي علمنا ما هي المعوذتين، فكيف يصاب بالسحر وهو نبينا، يعني هو اللي درسنا وعلمنا وش ماذا نقول عشان نبعد السحر عن انفسنا. اذا كلمة المعوذتين في الحالة هذه ما لها تأثير على الذي يصاب بالسحر، وهذا غير صحيح. المعوذتين والقرآن الكريم وكل ما ورد عن الرسول هو حصن لنا، وهذا الحصن لنا يمنع وصولنا او احتكاكنا لا بالجن ولا بالسحرة. طيب استاذ سعد، اذا سمحت لي في النقطه اللي تحدثت فيها انت والاستاذ عبد الله قبل شوي حول موضوع الحديث مع الجن، يعني الاستاذ عبد الله يقول انه اصلا ما في حوار، ما في احد يستطيع انه يتخاطب مع الجن، انت كيف ترد على هذه الجزئيه، وكيف تتيقن انه اللي انت جالس تخاطبه هو الجن؟ ابو شيء يقول اذا كان عنده دليل يوضح لنا، واذا كان يقول سوره المعوذات كيف يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في القرآن، المعوذات ما نزلت إلا بعد ما أصيب. ما أدري، أنا ما أعرف هذا الشيء، نزلت قبل أو بعد، لكن هذا هو رسول الله، وهذا القرآن الكريم نزل عليه، عرفت شلون؟ وهو الوحيد الذي حماه الله من كل الشرور، لأنه عنده الرسالة العظيمة التي أوصلها لنا وغادر الدنيا. لا شك، نعم. لا شك. إذا ما دام القرآن في قلبه وفي بيته وفي عند أصحابه، لا يمكن أن يصاب بأي شيء، لا جني ولا سحر. يعني أنت ما تؤمن أنه يصيب بالسحر؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام الله حصن الله ضد الآخرين، يعني لم يصب بأي شيء ولله الحمد، وهو ينزل عليه الوحي بين فترة وفترة، لا يمكن أن يكون يخذرف أو كذا والعياذ بالله وهو يتلقى الوحي، لا يمكن، هذا كلام غير منطقي. هذا وجهة نظركم أخوك، ولكن ثبت في الأحاديث وثبت في ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن السحر، وأثبتت هذه الأشياء مشاطة أو ممشاطة. نعم أتذكر هذا الحديث، ما دام تتذكر هذا ثبت ولله الحمد، يعني وما في شكوك في أنه أصيب بالسحر وأنه يخيل له أنه عمل الشيء وهو لم يعمله، فهذا فيها أدلة عند رجال الدين والعلماء بأدلتها، والحمد لله. طيب واضح حديثك.